هاي وديع. هاي صوفيا. حطينا لك نسكافيه وعرق، بس عم تشرب نسكافيه ليش؟ لاحق على العرقات. بس هولي ما فيهم توت. لا بس هلا بدي هلا بدوقهم لنشوف شو طيبين. شو قصة العرق والتوت؟ خبرية كتير قديمة رجعت جددتها لما عرفتها. فخر الدين كان يحب الشرب، ولما راح على إيطاليا شافهم بإيطاليا أنه بيخلطوا المشروب ببعضه. هون بلبنان ما كان فيه إلا عرق، وكان فيه شوية واين وفي بيرة، كان ينعمل بيرة بلبنان. هونيك شاف أنه بيخلطوا بيعملوا ميلانج، عم يصير فيه كوكتيل. لما رجع لهون قرر يعمل ميلانج، كان هو من في 5 سنين وقتها، ورجع شو عنده؟ عنده توت. قام استخدم التوت مع العرقات، بس كنت انتبهوا الكسرة مش تلت بتلتين مع التوت، توت كتير قوي، بده يكون الكسرة 1/5 من العرقات، وكتير طيب الفليفرز. وعندي غسان خوري من هونيك وغرايح، هو بيكمل بكل الفليفرز يلي اخترعون للأنئي بالعرق اللي بيطيروا العقل. وديع أنت من وين؟ أنا كنت فكرة حتقلي تراديسيون من المنطقة اللي أنت منها أو شيء. أنا ضيعت اسمها شيمات بقضاء جبال، قاعد حد ضيعة حدة دغري اسمها بيت حباء، ضيعة صغيرة، وربيت بالمدينة بجبال مطرح منه بيت أهلي. وبأي مدرسة كانت؟ راهبات سانت فامي، وما كانوش يحبوا كتير الشباب لأنه هيدا أساس الباز المدرسة هي البنات، ففهمي كفاية كان وضعنا ما كانش كتير يحسد عليه بالمدرسة. بس أنتو كمان ما بعتقد كنتوا هينين، لأنه في خبرية أنه مرة قررت أنه تلغي الكوستيوم من المدرسة بسيك السجون دار. ايه كان في تمرد عملناه وسكرنا الصف كريمو يعني، ورحنا تروقنا. كان في فرن اسمه على البركة، فرحنا تروقنا هونيك ورجعنا باخر الدوام. بس الحلو لما رجعنا على المدرسة كانوا كل اهالينا ناطريننا. هلا انا بي معول علي كان يعني، فاخذونا على البيت ورجعنا وملبسنا الكوستيوم. بس ليه قلت انه بيك كان معود عليك؟ انت بالعاده دائما معارضه يعني؟ مش دائما معارضه، نحن يعني جيل ليك انا من اللي خلقنا بالحرب، بس نحن ما عملنا الحرب. بس كانوا اهلنا كتير ينتبهوا علينا ويوعونا كتير، لانه كان في خطر ميليشيات وغير اشياء هيدي. فاهلنا انا من البيات بيي كان كتير معود علي، لانه كان يصير معي مشاكل. واساسا انا وصغير يعني كنت دايما حب اني اقول لا، فمن هيك حتى بلشت بنهار الشباب كتير صغير. انا كنت من اصغر الشباب الفتنة على نهار الشباب، بعتقد كنت عمري 14 سنة، الله يرحمه كان جبران طويني. مزبوط، جريدة النهار. نهار مزبوط. طيب اذا نحكي هلا عن كوتي تاني، قالوا لي انك كنت اكتف ممبر بالفرسان وبالطلائع. شبيبة جبال صح. اوكي، وهلا سألناك قبل الحلقة قدي فينا نوصل معك بالديالوج، قلت لنا حكوا اللي بدكم اياه. لكن في فترة كان بدك تعمل فيها خورة صح. هيدا الشيء انت مؤثر لانك من احفاده للمطران عقل، ولا كيف قررت؟ انا خلقان ببيت، بكره بتجي بعزمك تجي لعندي. انا خلقان بالبيت، بتفوت لعنا على الدار بالبيت، البيت قديم كتير، كله صور خوارني ومطارين وبطاركة وراهبات وكله هيك البيت عنا. وأنا مؤمن، أنا مسيحي مؤمن، هلأ منيش كتير براتيكان بس مؤمن. وكنت حب كتير، كنت حب اشتغل، حتى حولت بيت أهلي مرة بجبال لديبو كامل للمخيمات، يعني الصيفية يطلعوا أهلي على صيفه بالضيعة أنا أعمل بيت ديبو. كان معنا فان لونه أصفر جي أم سي عتيق، وكنا نروح نبرم بكل لبنان نشتغل، ومين لي بجبال. وكان مشال الراعي اللي هلأ بطرك كان مطراننا بجبال وكان مسؤول عنا، وهو من الناس اللي شجعوني. بس أنا ما زبطت معي لأنه بحب أتجوز، بحب البنات، فوصلت على مطرح أنه إذا بدي أعمل خوري مجوز معناتها مش حأتطور ببقى خوري. فلا، أنا أقل واحد بالبيت عنا كان مطران، فإذا بدي أتطور وما بدي أعمل خوري وصاحب، لا بدي التزم الدين مزبوط. فمن هيك ما مشيت، ما عملت خوري ورحت وعملت يعني تزوجت. بس بعتقد اني عم بخدم ديني المسيحي بالشغل اللي عم بعمله كما يجب. رح نرجع نحكي بعدين عن الشغل اللي عم تعمله. بس فجأة هيك وعيت وقررت بدك تعمل دروا من بعد ما كنت عم تعمل ميدسين برومانيا.
لا أنا من دايما بدي أعمل دروا، كنت كل وقت بدي أعمل دروا. ليه؟ لأنكن بالبيت كلكن أنا إخواتك دكاترة بالحقوق. إخوات اثنين، وكان عندي مرحوم عمي بحبه كتير، كان اسمه بولوس عائل، وكان شاطر كتير وكبرت معه، يعني هو عائلته ما كانت عايشة بلبنان، كان عايش معنا بالبيت، وإيه في انفلوينس. بس مش بس هيك، أنا كنت حب أنه أعرف أنه دروا بتوصل على شيء من اللي أنا بدي أعمله، أكيد لأنه إخواتي اثنين الأكبر، نحن خمس أولاد بالبيت، اثنين خياتي الكبار ما قلن علاقة بالدروا أبداً، بالعكس كوتي أرتستيك تبعهم كتير متطور، نحن الثلاثة اللي بعده أنا صغير، اثنين عملوا دروا قبل عقل وماري تيريز، أنا قلت مجبور غير. هلأ شرطته لبي بوقتها، قلت له بدي أعمل ميدسين بس مش بلبنان، قمت رحت على رومانيا وعشت سنتين بمدينة اسمها كونستانسا كتير حلوة، ونجحت برضو، رجعت على الدروا ما انبسطت. أول مرة شفت دم لأني خفت، هي كل شيء كانت ماشي حالي، يعني حتى مرة استأجرنا جتي وقت الوقت الديسكسيون بتبلش تعلمي كيف بدك تشرحي، كان عنا أنا كنت عم بدرسها بالروماني على فكرة مش بالإنجليزي، درست اللغة وهي مش صعبة مثل الفرنسية شوي لتا، فقلنا فينا نجيب لكم جتي تتمرنوا عليها، هي الفكرة بالأول بتخوف. ايه هلا تعودت، بعدين كانت بلا راس بتذكرها، كان مقطوش راسه يعني الزلمة اللي جبناه، وأول ليلة جبناها حطيناها على البلكون عندي مطرح ما بنام أنا بالشقة، ومش الحال ما خفت، قلبك قوي مثل بمكافحة الفساد. ليك خفت بعد سنة، بعد سنة صار معنا حادثة، مرة بيدق لنا غير أستاذ، وأنا كنت بيتي حد دغري الجامعة وحد فيها هونيك مستشفى كبير، قالنا تعوا تمرنوا تقطيب، كان في حدا مويت يعني وبدنا نتمرن بالتقطيب، صرت كيف ما أضرب أنا إيدي يفجر في دم كلني، فتلات وهي كانت يعني بعد شي شهر رجعت على لبنان، رجعت وكفيت بالمحاماة. ايه طقيت حانك شي 3 4 اشهر رجعت فت على الدروا. اذا بنحكي هلا عن جبال، انت يور سو باشنت اباوت جبال، خصوصا عن البيئه، عن الكوتات، التاريخ، ليش هيدا هوبي يعني عندك اياه؟ انا خلقان بالمدينه، ونحن وصغار كنا نلعب لعبات المدينه القديمه، بتعرف نحن وصغار ما كان عندنا كثير، يعني عم بقول لك جيل حرب، انه انا اهلي صحيح ملاكي بس نحن ما معنا مصاري، نحن الميليشيات ومين للقوات اللبنانيه كانوا محتليننا كثير من بيوتنا، يعني وحتى بي كان عنده معمل اخذوا له اياه وكريمان فقرنا بالحرب، فكانت العابنا كثير بدائيه، جزء من اللعب كانت هي بالقلعه بجبال، كان نلعب حرب بقلب القلعه، بعدين صرنا شوي نفهم انه هون رومان هون صليبيه فينيسيان، بعدين صرنا نفهم تفاصيلهم. أنا كتير بحب جبال، هيدا الكوتي من جبال بعقد، جبال أقدم مدينة مسكونة بكل العالم، يعني مش بجبنتنا نحن. إذا بنحكي هلأ شوي عن الزواج، أي. شو صار بعرسك؟ حادثة ما كان حدا بيتخيل أنه معقولة تصير. شو صار؟ ما بعرف، ما بتتذكر شي عن أبونا أبونا؟ طمنطيني، فكر شي تاني لأنه أنا بعرسي إجوا رفقات اللي عندي قبل العرس وفقعت سكرة أنا وياهن، كنا عم نقص شعراتنا، كان الحلاق تبعي شوقي عم بيقصلي بالبيت، وفقعت سكرة وبتذكر بالآخر عم بقولهم طلعوا معي على الكنيسة، ما طلعوش، كان صارت العروس بالكنيسة ورجعت أنا طلعت على الكنيسة، يعني إيه صار قصة. أنا كنت عم بنتقد غلى الأقساط على المدارس بوقت، وبدك تعرف انه انا محامي كتير مدارس، فانا بعرف المدارس دي بتربح ودي كذا، هلا الله يعينهم، بس بوقتها كان في ديبا كبير بين الاساتذه وكذا، انا اخذت في طرف وطرف قاسي بقلبه، وانا قريب من بكركي وعندي علاقات كتير منيحه مع المطارين والخوارني حتى مع البطرك، فانتقدتهم وقسيت وقتها وجمو بيرمي، انا ابن كنيسه، زعلوا مني، انا مش عارف رده الفعل كان بدها تكون هيك، فواحد من الاخوان اللي هو مين اللي بده يجي يعمل لي العرس كان مونسينيور الله يرحمه، دق لي قبل الظهر وقال لي انا مش جاي على عرسك، انا جاوبته قلت له بسيط، ما احنا عندنا كنيسه بالبيت، قلت له بسيطه نحن بنكمل العرس وبكمله بعدين مدني، انا رح كمل العرس، يعني انه جيته ولا ما جيته،
قام اجا صاحبي كتير ابونا جون جبور وكللني وصار في رد ماري كتير كبير. اجوا خوارنة الارمن، انا اما لمرتي ارمنية، اجوا عبوا الكنيسة، هي شبال صغيرة وعبوها وكملنا هيك والحمد لله. بعدين غيمة صيف يعني وراحت وبس كملنا العرس. منيح بلشت هلا بالعلاقات بالعلاقات، لانه هلا البارت رح بدنا حماس فيها. طيبين العلاقات؟ طيبين على ذوقك. عليهم اشاره تيار حلوه هيدي هون. ايه هيك جديده، بتعرف لك اللي بقين كثير يا موزه انتبهتي لها، بس بشكل كلاسي طالع كثير يعني التيار معهم هيك حلوين. هو لازم نسوق منهم، بدي منها هي، بدي اخذها معي الكبايه. اوكي، اخسرت كثير موكلين وشركات انه كثير قضايا بسبب حرب الفساد. ليش أقولك أنه هيدا الشيء محرز؟ أنه كان فيك تكفي معهم وتسكت عن القصص اللي عم بتصير وكنت بترتاح ماديا. هيدا قرار بالحياة، كان شوى للحياة تبعيتك. أنا طلع بوجهي هيدا الموضوع من زمان، بحب أعمل شيء ورجعت عن 2005 لما رجع الجنرال وعملنا الانتخابات بجبال 2005 ربحنا، 2009 ربحنا. أنا زهقت يعني، قلت بدي أعمل شيء جديد، عم نربح انتخابات بس نعمل شيء. رجعت عند الجنرال وركبت فكرة أنه صير اشتغل أنا ملف مكافحة الفساد، وبتذكر منيح الجنرال قال لي مش رايحين على تنزيها يعني بدك تعرف وين رايح. وهيك صار معي. من هيك بطل المعيار المادي عندي هو اللي بيعلقني. بعدين صوفيا أنا دربت كتير، أنا بلشت أول ملف عن 2010 بكازينو دو ليبان، وطلع بوجهي ميشيل سليمان كان رئيس جمهورية، وطلع كتير ناس أقوى مني بكتير، أنا كتير ضعيف يعني كنت قدامه، وخسرت، خسروني، بس ما استسلمت. وهيدي الأبوك كتير تعذبت بموضوع الموكلين، يعني ما يخلوا الناس يوكلوني، يعني أنا من القليل بلبنان بشتغل دروا بانكار ودروا فيسكال، نحن قليل نطلع يمكن كلنا شي 20 مكتب بلبنان، فانتبه يعني عندي برديفو كليونات بيجوا لعندي. تعذبت فيها بس تخطيتها. بعدين التدريب ساعدني كتير، يعني إن كان باليو إن أو دي سي بفيينا، إن كان أو سي دي أو، إن كان البولش كتير ساعدوني، حتى التجربة الإيطالية تبع الأنتي مافيا أنا علمتني. من هيك صار عندي نولج عالي، بارت من النولج إني أقول لا على المصاري، يعني أنا العادة كتير تعرضت لرشاوة البيرشيني، عندي أتيتود ما منه هذا مقصود مدرب عليه، إني يكون سير تحول لإنسان كتير أجريسيف، يعني اني كب ساعة رولكس من طابق الخامس بوقت كل الناس بيطلعوا شو هي الرولكس، هيني اني ارفض 15 مليون دولار بملف بعملها. هلا اول مرة تعرضت كانت صعبة، كان في مليونين دولار، كنت انا شاري اسهم وفايت لقيم دعاوى فيهم. من بعد ما زهقوا مني لقيون وما في حال، عرضوا مليونين دولار، وبتذكر كنا مجوزين جديد ومرتي حبلي وعايشين عند بيت اهلي، يعني حتى البيت تبع جدي ما كنتش بخلص ترميمه بعد اللي هلا نعيش فيه انا. قلت لا طبعا، بس رجعت على البيت وطلعت بمرتي يعني، وقلت انه ما بعرف شو عم بعمل، بس الحمد لله دائما جو الانتوراج تبعك بيرجع هو بيساعدك، ان كان اهلي او اللي حوالي، دائما ما حدا بيحسسني انه يا ريتك ارتشيت، لا كلهم بيقولوا لي برافو عليك. برافو عليك. خبرنا هيك بريفلي عن كم قضية استلمتها وين قدرت توصل فيها بلبنان هلا. أنا أهم القصص، أهم شغلة عملتها بعتقد هيدا سكسس ستوري، ما فيش سيب بعد وحدة غيرها، هي رياض سلامة. رياض سلامة هو البوس بالمافيا، عندك الكابو يعني رؤساء زعماء العصابات، فوقهم في واحد كابو دي توتي كابي اسمه، هو اللي بيرتبهم كلهم بيأمرهم. رياض سلامي هيدا بلبنان، هو البوس، ناس مضيعين وقت، الميليشيات حواليه هو بيدبر لهم المصاري ليرشوا. هلا هو ورد سيستم ركب بعد الحرب، كان كثير شاطر بالسرقه بقلبه، يعني كان مجرم محترف. الانجاز اللي عملته برياض سلامي،
وبعتقد هيدا جو سوي فيير اليوم كتير انه قدرنا وصلنا على نتيجة. وبرأيك هلأ من بعد ما فل رياض سلامة صارت شير المنظومة بلا رأس مثل الجتة جتة بلا رأس مثل اللي شرحتوها برومانيا؟ ايه من هيك صارت فولنرابل أكتر، ومن هيك قادرين نحنا نشتغل أكتر وعنا قدرة تنظيف. بس أنا دايما بنبه الناس بقول لهم هيدي شغلة سستينبل، يعني شغل الأنتي كوربشن هو شيء سستينبل لأنه الطبيعة تكره الفراغ، حتى الطبيعة المافيوية تكره الفراغ، بيرجعوا بيفرخوا. يعني كل ما بدك تضربي بدك ترجع تكوني جاهزة لتضربي بمطارح تانية. فنحن عنا شغل على القليل جيل كامل بلبنان. سوفيا في الحرب من 75 لآخر سنة 90، ومن آخر سنة 90 يعني بعد اتفاق الطائف لليوم ما حدا نظف بالبلد وما بيتعاقب راس كبير وكذا. ففي جيلان بلبنان ربيوا على منطق انه اتس اوكي، معلش بيصير سرقه، معلش كذا. نحن مع الجنرال عود جينا عكس هاي الموجه، طلعنا ومن هيك نحن تعذبنا بالثوره وغيرهم استهدفونا. بس المهم انه نجحنا. يعني اليوم وانا بيضحكوني في ناس بيقولوا لي طب واذا مثلا على الانتربول امبارح سانكشنز من 3 دول اول مره بيحطوا، هيدي ماليه مش سياسيه سانكشن، لانه بزي على ملف قضائي. بقول له انا دغري جوابي، بقول له طلع على بالك حطك على الانتربول، تكرم عينك تعال نحطك على الانتربول. يعني بيهربوا. اوقات في ناس لازم توقفيهم عند حدهم. نحن عملنا انجاز كتير كبير بيأسس لانجازات اكبر لقدام، وباذن الله حنكمل شغل فيهم. يعني شي مرة وصلت لنتيجة بوزارة الدولة لمكافحة الفساد وقتها كنت المستشار تبع الوزير. عم بسألك لأنه بوقتها ما سمعنا عن موضوع كبير. بالطبع، لأن احنا بريسك أكترية الأشياء أسسناها هونيك. يعني ملف النافعة أسسناها هونيك، ملف الأملاك البحرية أسسناها هونيك، العلاقة مع كتير من جمعيات الأنتي كوربسيون بلبنان اللي هن مناح. هلأ في منهم كانوا بالثورة وهولي أنا ما تعرضت لمشاكل لأني بعرفهم. إيه أسسنا حتى خلقنا فريق عمل. ليك ببولند في عندك وزير للكوردينيشن اخترعوه كرمال ينسق بين أجهزة ليمشي الملف مظبوط. يعني إذا بدنا نعمل ملف مكافحة فساد ليقدر يمشي بده يكون في تنسيق لإله، لأنه بطبيعة الأجهزة ما بتشتغل مع بعض. هيدي من عيني منا بلبنان. جربت أنا أخلق هيدي الفكرة بوقتها بالوزارة. هلأ مش أنا كنت الوزير، نيكولا كان الله يوجه له الخير، بس أنا قدرت خلقت الفورمول وهي الفورمول استهدفت. يعني حدا من كنا نشتغل معه هو بدري ظاهر حطوه بالحبس لحقوه. جهاز تاني من اللي كنا نشتغل نحن وياه من الدولة استهدفوه وحطوا جوزيف النداف. جوزيف النداف طلع معي على بولند بآخر آب 2019 وكان عندنا تريننج سيشنز عملناهن هاي أند، ورجع وهو اللي لاحق النيترات على البور ولقاهن جوزيف، قاموا رجعوا حطوه بالحبس دغري لجوزيف وكملوا استهداف فينا. يعني حتى بيعرفوا انه نحن منروح كنا عند القاضي غدعون، لانه منوثق انه القاضي غدعون حتى لو ملف عليها هي على عيلتها بتلاحقوا. كمان هجموا على غدعون واستهدفوا كل الناس اللي كنا عم نجرب نركب شيء بيعمل خير للبلد. استهدفونا كلنا. يعني حتى انا ما اذا بتتذكري بعد انفجار البور جربوا يوقفوني الي انا. هلا نجحنا ليه؟ لانه القضيه محقه، ما قدروا قتلوا القضيه ونحن عارفين وين رايحين، من هيك قدرنا كملنا. اذا بدنا نحكي شوي عن الطيار، شو البوزيشن تبعك هلا وشو بتتابع ملفات بالطيار؟ أنا عضو مجلس سياسي منتخب بالتيار. التيار تعرفي في ناس تعين في ناس تنتخب، أنا واحد من الست اللي بينتخبون. خدت الانتخابات ياس. مين اللي شغل تبعي هو الأشياء الإصلاحية، كتير متمسك، والإصلاح هو بيليه أساسي بالتيار، وأنا متمسك فيه لنضل نحن عنا هيدا الوجه. لأنه المجتمع اللبناني انتبهي، والتيار هو حزب من هذا المجتمع، مكوناته من المجتمع. لما بنسأل هل بالتيار في فساد بقول لهم كتير ممكن يكون فيه بالتيار فساد. الفرق انه اذا حضينا بفساد بالتيار
نحن منواجه هذا الفساد ومنسلمه للقضاء، مش مثل ما بيعمل غيرنا. غير أحزاب بيعتزوا بالفاسد عندهم وبيترقى وبيخبوا بالبيت، وعنا 100 إكزامبل. وبعتقد في يعني حتى بتجربتنا مثلا خدي أورور فغالي وقفناها نحن وهي تيار، وهرب سركيس حلاس خبي سليمان فرنجية وهرب وغيره وصاروا يهربوا كلهم، فنحن الحدا تيار راح على القضاء وبعدين هي دبرت حالها وظهرت. بيتر جيرمانوس هيدا البلا أخلاق اللي بيسب ليل نهار أساساً، بعتقد من بعد ما كشفنا له ملف الفساد تبعه، بيتر عنده ملف فساد كتير حرزان بالتفتيش القضائي، وهو من هيك فللوه من القضاء. وهيدا مثلاً كمان كان إكزامبل، بيتر كان من 7 آب يعني، فليك الفرق بالتيار. وهيدي بعتز فيها وبضلني محافظ عليها بقلب التيار، حتى أوقات بتواجه مع رفقات لقلي بقلب التيار، في منه ما بيكونوا عم بيفهموا شو عم بعمل أنا بالملف، لأنه بأول الملف أنا ما بقدر أحكي شو بكون عم بعمل، بس بعدين بيفهموا شو بكون عملت. وديع، أنت محامي، وهلا رح اسالك انا كم حطك بسيتواسيونات، بدك تقول لي اذا بتقبل بهيدي السيتواسيون ايه او لا، وشو ممكن تكون الكيس اللي رح تقدر انت تستلمه. اليوم كنت قاعد انت بمكتبك ودق التليفون نجيب مقاطع على التليفون وبده اياك انت تتوكل له قضيه معينه، شو بتتخيل ممكن تكون هيدي القضيه وبتقبلها او لا؟ اكيد لا، وبقول له اكيد ما بقبل اتوكل عنه، بالعكس بجاوبه انه عم بعمل كل جهدي لكمل الملف اللي حاضي فيه انا بالكوميسيونات بين رياض سلامه وبين ام 1 جروب، وقد ما فيي كبر عليه تقل عليه رح تقل عليه. يعني مش ممكن انت تدافع عن حدا هلا انت ضده. ليك هذا قرار انا اخده مش بس بهذا الملف، بكثير ملفات غيره. انا ما بدافع عن تاجر مخدرات، ما بدافع كثير اشياء هو المحامي بحق له يعني بده اياه، بس انا اخذ قرار عندي يعني كل شيء ظالم ما بياخد الملف، بالعكس بعمل جهدي بشي يفيد الناس. وهيدا يلي بيعرفني بيعرف قد ايه مكتبي بفوت عليه اوقات ناس بدهم يوكلوني بملفات ومين اللي هي اللي بتطلع مصاري اكثر، وانا برفضها. طيب اذا هلا بنحكي عن محمد الحوت، هو دق لك على التليفون اليوم وخلينا نظبط شوي السيتواسيون كمان ما تقول لك على كل شيء. اذا اليوم محمد الحوت صار عن جد في ضغوطات كتير كبيرة عليه وبدون يحملوه أكتر من ما هو مثلاً هلأ حامل، شو ممكن تكون القضية وممكن تقبل أو لا؟ شو بده يحمل؟ هذا خرب الدنيا كلها سوا. لا no way يعني هودي قضية حياتي، أنا بدي نظفهم كلهم من لبنان. هودي أنا خلصنا ضربنا الراس الكبير وعم نكمل عليه، وهلأ رأي على كل هاد التركيبة يعني أنا مشيهم، انتبه أنا مشيهم ورا بعضهم. بس وديع، ما بتحس حالك أنت كمحامي sometimes you're being a judge بهيدا الموقف، انه انت كمحامي بدك تكون عكس الجوج، يعني بدك تدافع. لا ليك بالعكس، انا او لانه عندك البروف، انا حاطط حالي بخانتين. اول شيء عندي مكتبه اكيد بضلني شغله، لاني انا بمول كل شيء مني، ما عندي تمويل من ولا مطرح، يعني كل المصاري يلي بدفعها على ملفات الفساد، وانا كثير بتكلف على ملفات الفساد ارقام كثير عاليه يعني اكثر ما حدا ممكن يتخيل، عم نحكي بمئات آلاف الدولارات. من وين طلعها؟ طلعها من شغلنا، يعني الشغل اللي بعمله كمحامات. بس تارك لحالي الخيار انه انا عم دافع عن ناس بلبنان حابين يعيشوا مثلي، انا بحب كتير البلد، بحب عيش فيه، بحب انبسط فيه، بسكر فيه، برقص فيه، بدي ولادي يكبروا مثلنا، فبدو حدا يشتغلهم هولي. من هيك عم بخدها هاي القضية. واخر همي يعني شو ما انعرض علي من ناس انا بدي لحقهم يبرموا، اعوذ بالله، بالعكس بدي لحقهم وبدي ضلني لحقهم لاخر نفس موجود فيي. طيب ما رح ارجع كمل انا مع الوزير علي حسن خليل، لانه اكيد رح تقول لي لا كمان. اكيد خرب الدنيا، هيدا مسؤول كان مباشر لانه هو مراقب مصرف لبنان، هيدا ريسبونسابيلتي اساسيه عنده اياه. ورئيس مجلس القضاء الاعلى كمان سهيل عبود كمان بتخيل رح تقول لا. خلينا نقلب شوي. سهيل عبود انا من اكثر ناس كنت محمسين انه يجي رئيس مجلس قضاء اعلى. تعتبرها غلطه من الجنرال؟ للاسف سهيل عبود كان افضل قاضي، طلع اسوا حاكم في العدليه،
شاطر نزيه آدمي بشغله كان كقاضي، لما حطيته بالبوزيشن يلي بده يدير العدلية فشل فيها العدلية. طب إذا شي نهار في قضية كتير كبيرة بطال جبران بيصير، ممكن أنت تدافع عنه لجبران؟ أكيد، جبران مثل خي، أقل شغلي، وأنا هيدا شيء عملته. لك جزء من الظلم اللي تعرض له جبران بيصير ب 17 تشرين وبالجاي، هو خلاني أني خاطر بإشياء أكتر، لأنه أنا بعرف جبران، وأنا بعرف أنه هيدا شاب آدم منيح عم بيشتغل 20 ساعة بالنهار ليخلق شيء منيح، وبروف أنه أكبر ملفات شل طق الحنك يلي بينعمل، ملف الغاز والنفط جبران بيصير، الانتخابات والشغل على الانتخابات، وأنا كان نصي بالاغتراب. جبران بيصير لو منه ما كان عندك لا انتخابات برات لبنان ولا شيء، كل عمرنا كانوا محرومين. ملف التجنيس، إعادة الجنسية بلبنان، جبران بيصير. جبران كان حدا حد الجنرال قدر مش ياخد الوزنات ويطمن بالأرض أو يكبن. جبران بيصير أخذ وزنات من الجنرال وكبرهم، ومن هيك استهدفوا. ليك طيب بلبنان، اسمع، خدا عندك قاعدة يلي بيحبوه على الميديا المرتشين لحقهم فرنجان، ويلي بيمتحوه ويلي بيستقبلوه، هذا معناته أخو شرموطة مثله مثله. أما الآدمي بيهاجمه، جبران بيصير من هيك تهاجم، هيدي أول شهادة بالآدمية بتقلع منه، ومن هونيك ورايح شغله ببين. طب شو ممكن تكون التهمة؟ إذا شي نهار في تهمة، شو ممكن تكون التهمة عليه؟ تهمة عليه؟ لهلأ هيدا الزلم عليه ديو ديليجنس معمولة من أقوى رجل مالي حالياً بالعالم، اسمه براين نيلسون. براين نيلسون بالسي آي آي هو مسؤول الملف الكوربشن مالي، هو اللي بينبشك. وجبران بيصير نعمل ديو ديليجنس كاملة على كل حساباته وعلى كل شغله، وطلع كلين اند كلير. سو هيدا الزلمه بتطمن بالك بالشغل معه. وهيك دائما انا بنصح الناس، حتى الناس لما بتصير تخبر خبريات بقول لهم ما هيدا الزلمه انفتحت كل حساباته وطلع مرتاح، فهو مرتاح مع حاله. اذا هلا فيك تبعت رساله قانونيه لرياض سلامه، شو الرساله اللي بتبعت له اياها؟ مثل ما صار لي سنتين ثلاثة، حتى هو كان يودي لي ناس، يعني لو عارف انه رح يقريها ورح توصل له. لا هو بيقراني، ما تخاف، شفت هالمقابله بيحضرها، ما تعطى الهم، هو مهودس فيي وانا عامل له اياها على المزبوط، وبيعرف انه كل شيء انا بقوله بيصير رياض، لانه انا بشتغل قانون هاي اند بهذا الموضوع. زيت نصيحه نصحته عبر ناس من اخر 4 سنين، روح سلم حالك برات لبنان، قد بروزي ناطرتك، في قاضي تاني هلا محله بده كمان يستلم ناطرينك، او روح سلم حالك هلا بنيويورك، لانه فتح مدة عام نيويورك، فتح كمان تحقيق عنه، وخبر كل شيء بتعرفه، هيدي افضل طريقه. طب تعتقد انه هو بطل بلبنان مثل ما عم بيقولوا؟ مش مزبوط، لحوه هون، احوه هون، لحون. رياض سلامي ما بيطلع برات لبنان، رياض سلامي عم يحموه هلا بلبنان، لانه عم بيحموا حالهم. رياض سلامي الجروب اللي عم بيحميه سياسيا، امنيا، قضائيا، روحيا، اعلاميا، هو اللي مش خايفين على رياض، خايفين على حالهم. طب انت ما بتخاف على حالك؟ مرقت مبلا بخاف، كيف ما بخاف، بخاف كتير يعني، وبس مرقت بإشياء، وبعدين اقتنعت انه اذا بضلني خاف ما بعود اشتغل. ف ما بتخاف على التيم اللي معك مثلا؟ حميهم كلهم، ما حدا بيعرف انا الحقيقة اللي بيشتغلوا معي، ما حدا بيعرف اسمه ولا واحد. طيب في قانون كمان تبع الويسل بلورز بلبنان، بتدعي الناس يستعملوا هذا القانون ويكشفوا عن أسرار مثلا موجودة بالدولة أكتر؟ لك أنا دايما بدعي الناس أنه يشتغلوا، بس للأسف الناس بيخافوا. عنا شيء بلبنان، تذكر هالكلمة، أوميرتا. أوميرتا هي كلمة تليينية، يعني الناس بتزيح وجه عن الغلط، بتخاف تقول لا للغلط. لبنان بعدنا بمجتمع بيخاف يقول لا، رغم أنه الناس بتكتب على السوشيال ميديا، وهول شو بدك النتيجة، مين بيروح بيقدم الدعوة، فقليل بيروحوا بالآخر. بس أنا ما بطلب منهم شيء، it's fine، أنا عم بعملهم. وهلأ كل همي أنه انقل هاي النولج للشباب بالتيار، تيكون عندنا جينيراسيون اللي أنا تعلمته انقلهم ياتا هني يكملوا، لأنه أنا قديش بعد بدي هدي بعد فترة وخلص، يعني ما بعود فيه اشتغل هيك.
ما بعرف إذا حضرت حلقة سابقة لقلنا طلع معنا صديق لقلك ناجي حايك ورشحك بجبال. هل عندك طموح متخيل كبير؟ هل ناجي. عندك طموح تترشح بجبال تعمل نائب أو وزير؟ وشو بتفضل نائب أو وزير؟ لك أنا عندي مشاريع مش قصة طموح. إيه عندي مشاريع. بحب إنه مجلس النواب نقدر نخلق لجنة تكون هي لجنة الانتي كوربشن، لجنة كافحة الفساد. كريمة وبلد هالقد فاسد بدك شي شغل جد نيابي بقلبه. ايه بتحسنهم. واما الوزارة كمان يعني منا قصة ليك انا عامل كل شي بدون ما يكون عندي تايتل، فهوديك كتير سهلين. هلأ في شغلة على جبال فيها شي حلو جبال هيك بيضل عنه، انا بشتغل لكل لبنان بس بيضل في عندي شيء هيك بحن فيه على جبال. اذا جنرال هيك بده، اذا تيار هيك بده، انا حدا ملتزم على الاخر، ما بوجع راس حدا ولا بحب مشاكل. اذا هن ارادوني اني يكون مرشح انا بكون مرشح مطرح ما بده. ودي عقل، مرسي كثير، واكيد نرجع نشوفك بحلقه. مرسي لكم، وصراحه انا تفاجأت بالتيم تبعكم. انا مش عارف انه هالقد كتار. هلا شايفيني انا وياك بس هون بالاوضه مليانه يعني. يعطيكم ألف عافية، والبروغرام حلو، وقد ما فيكم كبروا أكتر بعد. مرسي كثير.